الإنجازات تتواصل في دولة الإمارات وتترسخ معها مكانة دولة الإمارات على الخريطة العالمية، وهذه المرة في قطاع الطاقة وخصوصاً قطاع الطاقة صديقة للبيئة. نتكلم عن إنجازات محطات براكة للطاقة النووية السلمية اللي موجودة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، جعلت البرنامج النووي السلمي الإماراتي نموذج يحتذى به عالمياً. البداية كانت في أبريل 2021، انطلق التشغيل التجاري للمفعل الأول بكامل طاقته، ومن هذا التاريخ أصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية تنتج كهرباء صديقة للبيئة باستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية. وبعد أقل من سنة وتحديداً في مارس 2022 بدأ التشغيل التجاري للمحطة الثانية في براكة، وبهذا الإنجاز ضاعفت محطة براكة فوائدها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية. وفي يونيو 2022 تم تحميل الوقود النووي في مفعل المحطة الثالثة بعد حصول المحطة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والحين فريق يشتغل على تجهيز المحطة الثالثة للتشغيل التجاري. أما المحطة الرابعة والأخيرة فاكتملت فيها الأعمال الإنشائية الرئيسية، وبتستعد للاختبارات اللي تستبق دخولها مرحلة العمليات التشغيلية. حلو، شو يعني هذه الإنجازات؟ من محطتين فقط من محطات براكة توفر 2800 ميجا وات من الكهرباء صديقة للبيئة لدولة الإمارات، وتحد ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية، وهذا الأمر سرع من انخفاض البصمة الكربونية في قطاع الطاقة، وكذلك تدعم جهود الدولة على الصعيد العالمي لمواجهة التغير المناخي والوفاء بالتزامها الواردة في اتفاقية باريس للمناخ. ولين اللحظة منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عقود للشركات المحلية بقيمة تقدر ب 24 مليار درهم إماراتي. تعرفون أن أكثر من 600 طالب وطالبة إماراتيين استفادوا من منح برنامج رواد الطاقة اللي أطلقتها المؤسسة في 2009، يعني تأسست عندنا في الدولة ثروة بشرية علمية بما يخص قطاع الطاقة النووية اللي الممكن الجميع يستفيد منها. يوم تشتغل محطات براكة الأربع راح توفر كهرباء لدولة الإمارات بنسبة 25% وتحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، واللي يعادل تقريبا انبعاث 4.8 مليون سيارة. وبتكون محطات براكة أكبر مساهم في دعم تحقيق الدولة لأهداف مبادراتها الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي في 2050. وللعلم الإمارات في 2023 بتستضيف كوب 28 مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. اليوم نتكلم مؤسسة الإمارات الطاقة النووية تركز على البحث والتطوير بما يخص قطاع الطاقة النووية، وتدرس آخر ما توصلت إليه هذه التكنولوجيا مثال المفاعلات المصغرة، وأيضا تدرس استخدام الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين خالي من انبعاثات الكربونية، وخصوصا أن محطات براكة الأربعة قادرة على إنتاج ما يقارب مليون طن من الهيدروجين سنويا. واستراتيجية دولة الإمارات ل 2030 أنها تستحوذ على 25% من السوق العالمي للهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية. يعني باختصار دولة الإمارات بنت ركيزة تنموية مستدامة مو بلخمس سنين أو لعشر سنين، لستين سنة قادمة وأكثر. شو بنقول؟